طارق بساسي ومحمد العوامري ناشطان جمعويان وجدا في الإجراءات الأخيرة المتخذة لتسهيل إنشاء الجمعيات مشجعا للعمل الخيري التضامني في الأطر القانونية ببلدية عينرنات ولاية الصيف. يا رايح إن شاء الله نبرز ونخلي بصمة جيدة إن شاء الله، نعاون السلطات في كل أمر تضامني، وخاصة مثل جائحة كورونا هذه اللي حتمتنا باش نجي للجمعية ونخدم بإطار قانوني إن شاء الله وتحت غطاء قانوني. الولاية التي شهدت إقبالا كبيرا على تأطير العمل الجمعوي بشتى أطيافه احتضنت لقاء لتسليم وصولات تصريح تسجيل العمليات. كنا نشتغل بطريقة غير قانونية بين قوسين، ولكن في ظل التعليمات من وزارة الداخلية تلقينا كل التسهيلات. شكنا في ظرف 48 ساعة أربع جمعيات، ووعدنا رئيس الدار بأن 22 جمعية إن شاء الله. تكلمت معاه في الصباحة هذه وكانت عندي لقاء بيني وبينه، قال لي عندي 22 جمعية إن شاء الله راح تكون في ظرف 10 أيام. في إطار تسهيل ومرافقة تأسيس الجمعيات التضامنية والخيرية وكذلك اللجان القرى، لجان القرى ولجان الأحياء والتجمعات السكنية، البث في هذه الملفات في ظرف يقدر ب 24 ساعة. العملية من شأنها توسيع دائرة العاملين في الحقل الجمعوي وتعزيز فعالية المجتمع المدني.